غادي يعيشوا في الجبل الجزائري خاص اسبيس الجزائري تكاثر عندنا ما شاء الله فيه. حتى انه الطبيب البيطري نوفوني هذا فني طبيب بيطري على هذا البلون هذا ايليغار هذه نادره هذه راهم غير يعيطونا عليها الاجانب باش نديروا التبادل Donc parmi les naissances rares, Adna le tigre du bec blanc, Adna le lion blanc. Et donc là, on a ici.